ايه يا ام محمد؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسترك. انا عايزه حضرتك بس يعني تقول لي يعني اعمل ايه يعني. في ايه؟ انا اتجوزت من 15 سنه طيب، والراجل كويس وابن حلال الله واحنا بركه، متفقين، الف بركه. احنا ناس كبار مش صغيرين، احنا متجوزين واحنا كبار يعني، هو مع اولاده وانا معايا اولادي. فكان في وعود يعني هو وعدني بيها، انا وافقت على الوعود دي، وقفنا جنب بعض وكملنا الحياه وجوزنا اولادنا. فهو جه دلوقتي بطالبه بالشبكه، هو قال لي هجيب لك شبكه بس لما الظروف تتحسن، واقف جنبي بالظبط حسن الظروف يعني. فانا بطالبه بالشبكه كانت ب 5000 جنيه من 15 سنه، كان الجرام ب 85 بالظبط. فهو بيقول لي لا يعني مش يعني مش دلوقتي، مش هجيبها لك يعني، ده بغلي. طب هي مشكلتي ان انا صبرت 15 سنه عشان طالب بشبكتي؟ أيوه. وشايفه الظروف واحنا أيوه. كويسين مع بعض، ده احنا مناسبين بعض يعني، ابنه خد بنتي. الله اكبر. وبقى عندنا احفاد شركه. يا سلام. واحنا كويسين مع بعض يعني، بنروح المسجد سوا، بنيجي سوا، بناكل لقمتنا بما يرضي الله. لكن مش عايزة، لكن لكن يا ام محمد مش عاجبكم انكم تبقوا كويسين من بعض، لازم تدوروا على باب نكد. احنا كده. احنا كده. طيب ما كان شوف الكلام اللي بتقوليه، شوف الكلام اللي انت بتقوليه، كويسين مع بعض، والواد ابنه خد البنت بنتي، وبنروح الجامع مع بعضينا، ويا ناس يا شر كفايه قر، وكفينا يا رب شر الحسد، ربنا حاش عنا العين وحاش عنا الحسد وكتب لنا السعاده. لازم ننكش على حاجه تنكد علينا. دهب ايه اللي عايزاه؟ دهب ايه؟ وهتعملي بيه ايه؟ وتنسي تحمدي ربنا على السعاده اللي انت فيها. وحيد الله صلي على الر، وانت عجنه الراجل وخبزاه وكويسه معاه، زيدي كواسه، مش عايز اقول زيدي كوسه، زيدي كواسه، زيدي حلاوه، وبلاش نغصي عليه. انا عايز الذهب، انا عايز الذهب، ما تدوريش على النكد. ايه يا حبيبتي؟ اما اطول معاك نص دقيقه كمان. كل خاطب كذاب، دي قالها سيدنا سليمان. الناس في الاول بتوعد، واحنا بقى لقينا الحياه ماشيه وحلوه وحلوه، نحمد ربنا على حلاوتها وننسى الوعود. هيجرى ايه في الدنيا بدل ما نخربوها؟ لا، انت وعدت يعلي صوته، سمعوا بينا الجيران، اتنكشنا اتنكشنا، يا نهار ابيض. ويعفو عن كثير ربنا، وربنا اللي بيعفو عن كثير بيحب اللي يعفو عن كثير.